الورقة الأخرى اليوم معنا وصل خطاب إلى القناة الرياضية وإلى الأستاذ عادل عصام الدين من الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ فيصل العبد الهادي، يتحدث ويشير فيه إلى اللقاء الذي تم في الأسبوع الماضي في برنامج الدليل القاطع مع ماجد قاروب المستشار القانوني، وحيث أن اللقاء، سأقرأ نصا حتى يعني ربما نفهم شيء، حيث أن اللقاء قد غطى جميع الجوانب القضائية والقانونية التي رغب الاتحاد السعودي لكرة القدم في إيضاحها، وذلك كجزء من الرسالة والمسؤولية الخاصة باللجنة القانونية لرفع وتعزيز الثقافة الحقوقية للوسط الإعلامي والرياضي، وللرغبة في أن تخصص الحلقة الثانية لشرح اللوائح الرياضية الجديدة ومنها لائحة تراخيص فرق كرة القدم المحترفة ولائحة الانضباط الجديدة التي ستطبق في مطلع الموسم المقبل. فإني أتطلع إلى أن يكون اللقاء الثاني بعد اعتماد مجلس إدارة كرة القدم الموقر للوائح الاتحاد الجديدة ليتسنى شرحها وإيضاح المستندات الكبيرة والهامة التي تضمنها والتي يعكف على إعدادها مستشار الاتحاد القانوني. بناء عليه آمل اختار الأستاذ بدر الفرهود بذلك والإعلان عنه بالشكل اللائق، يعني إن شاء الله نتمنى أنه ما أدري إذا إن شاء الله يكون إعلان عنا بالشكل اللائق، يعني إن شاء الله ما أدري وش معنى يعني الشكل اللائق، هل نحتفل بهذا الخطاب؟ في بعدها بساعتين لجنة الإعلام والإحصاء المستشار بثوا خبر، طبعا هذا الخطاب وصل اليوم الصباح، اللجنة يبدو أنها في مبنى آخر بعيدة، أرسلوا خطاب بأنه رغبة من الدكتور ماجد قاروب المستشار القانوني للاتحاد السعودي ورئيس اللجنة الفنية القانونية بالاتحاد في تقديم شرح يختص باللوائح الرياضية الجديدة ومنها كذا كذا كذا، نتطلع عن أو يقول إيش؟ إيه في أن يكون اللقاء التلفزيوني الثاني في برنامج الدليل القاطع على القناة الرياضية كذا، إذا اتفق الدكتور ماجد قاروب مع سعادة المدير عام القناة الرياضية الأستاذ عادل عصام الدين على هذا الأمر. لم يحدث أي اتفاق عموما، هي هذا الخبر جانا من لجنة الإعلام والإحصاء، وهذا الخبر طبعا وزع على الصحف وما أعرف حقيقة أين الاتفاق الذي تم بين إدارة القناة وبين ماجد قاروب. معنا نائب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء الزميل أحمد المصابيح. مساء الخير أحمد. حياك الله أستاذ عادل. في بيانكم اللي أصدرتوه أنه في اتفاق مع القناة، أي قناة تقصدون؟ أولا أشكرك أستاذ عادل وأحيي ضيف أستاذ ساغ طيمي والحكم، يتمنى إن شاء الله ما يعزم على اعتزاله أصاب المرداسي، وتأكد أولا الاتحاد السعودي في كل لجانة القناة الرياضية نعمل لمصلحة واحدة بالتأكيد. أما بخصوص بالنسبة للمحامي الدكتور عادل ماجد قاروب، هو شوف يعني في لبس، في ربما احنا اخفينا لجنة اعلام احصاء ارسال او في بعض الخبر ربما يكون هناك في لبس، ولكن تأكد ان الدكتور ماجد قاروب يقف الان على اللوائح الجديدة، ولكن لا يمكن التحدث عنها قبل اعتمادها من الاتحاد السعودي او مجلس الاتحاد السعودي في اجتماع قادم، فلذلك ارجى الحديث وباذن الله سيتحدث للقناة الرياضية، يعني هذا بشكل قاطع سواء البرنامج الملعب اللي يتحدث من خلاله الان او البرامج اخرى في القناة الرياضية. ليست قضية احمد معليش عفوا، ليست قضية انه يتحدث ولا يتحدث، هو من طلب والاتحاد السعودي هو من طلب ان يظهر ماجد قاروب في القناة، وهذا بالتاكيد واجب، وكان منسق انه يظهر في حلقتين، الحلقة الاولى كان في وكان معد السيناريو للحلقتين من قبل ماجد قاروب نفسه، لكن بغض النظر عن الموضوع منين قلتوا انه اتفقنا مع القناة؟ هذا هو السؤال. لا هو شوف يا استاذ عادل، انا اعتقد ان القناة الرياضية ومثل الامير تركي بن سلطان وزميلنا الاستاذ عادل عصام الدين وانت شخصيا يعني نعمل لخدمه، يعني ما هو القصد انه باعتذار او ارجاء الموضوع ماجد قاروب الدكتور ماجد قاروب الى حلقة اخرى او الى وقت اخر، عشان نهدف الى مصلحة واحدة، نقدم اللوائح بعد اعتمادها، ما نبغى يكون في تناقض او حديث غير معتمد. فتاكد يا استاذ عادل انه اكيد انا احمل نفسي شخصيا، ليس العام الاحصاء انا ممثل في شخصي، اني انا اخطيت في مثلا في صياغه موضوع، ولكن الهدف هو انه ماجد قاروب الدكتور ماجد قاروب يتحدث من خلال قناه رياضيه ومن اي برنامج سواء الملعب او غير البرامج عن اللوائح الجديده بعد اعتمادها من الاتحاد السعودي لكره القدم. بس احمد معليش، يعني احنا اعلاميين، ويعني لما تقول اخطيت في الصياغه غير لما تقول انه احنا اتفقنا، معليش هذه فيها بعد مش صياغه، هذه ما لها علاقه بالصياغه. انا اللي اعرف يا استاذ يعني مثلا تقدر وصل قناه رياضيه الساعه 4 اللي كان من الامين العام للاتحاد السعودي. احنا بلجنه الاعلام والاحصاء، انت قلت في حديثك في بدايه التقديم انه الصباح، لا 4:30 وفوق بث الخبر للوسائل الاعلام، يعني انه بعد نص ساعه من ارسال الخبر الموضوع عفوا
او الخطاب من امين عام اتحاد كره القدم للقناه الرياضيه الاستاذ عادل حسام الدين بعد نص ساعه بثينا الخبر. عموما انا اكرر انه ربما يكون في لبس، ولكن تاكد انه الهدف واحد، الهدف يعني بس ما في اتفاق، بس عشان تكون الصوره واضحه ما في اتفاق. اتفاق من خلال الخطاب، الخطاب لو انت قرات الخطاب من خلال امين الخطاب عام. معلش احمد يقول نتطلع، يعني نتطلع واضحه في اللغه العربيه، واضحه احمد انه نتطلع انه وش رايكم تستنون الرد، صح ولا لا؟ وربما تطلع من عشم يا استاذي. هي طيب تمنون يا احمد يتحدث عن لوائح، ما يتحدث عن كلام اجتهاد او كلام طيب. يتحدث عن لوائح رسميه استاذ عادل. فالقضيه يعني اختلفنا او اختلفتم، لكن احنا انا احمل نفسي المسؤوليه او لجنه العمل الاحصاء، ولكن الهدف انه يخرج ماجد قاروب الدكتور ماجد قاروب ويقدم شيء معتمد بدل ما ندخل في اجتهاد او احاديث ما تفيد وتعرف الشرعات القانونيه حساسه، واحنا نمر بمرحله حساسه في لجان كره القدم، اتحاد كره القدم جميعها، اللجنه الفنيه، لجنه الانضباط، واللجنه القانونيه. فلذلك يعني نامل ان يظهر الدكتور ماجد قاروب بشكل جميل، يوصل رساله، يوصل لوائح جديده بعد اعتماد الاتحاد السعودي لكره القدم. شكرا لك. اقدر واجل يا اخي القناه الرياضيه، وتاكد من القناه الرياضيه بالنسبه لك الاتحاد السعودي بكل جانه نرى ان القناه الرياضيه هي الصوت الرسمي او الصوت الرئيسي اللي يوصل ان شاء الله كل ما نصبوا اليه في اللجان. والصوت القوي يا احمد. تم بقول الصوت القوي ايضا. الصوت القوي طبعا القناه طيب. الرياضيه على راسي. انا احب اقول شيء يا استاذ عادل. اتمنى اني وصلت رساله، واتمنى ان شاء الله انه اعتذاري قبل منك ومن الاستاذ عادل. بالتاكيد احنا احمد احنا يعني ما نتصيد اخطاء، ولكن احيانا عشان ما يظهر ايضا موقفك امام المشاهد بشكل يعني غير صحيح، وانت مالك ذنب في الموضوع. فنحن نقف قلناها في بداية هالبرنامج بالذات انه في اول حلقة يعني احنا بنكون جنب الى جنب مع، لانه هذه منظومة حكومية وهذيك منظومة حكومية بالتأكيد. جميل جدا. اولا استاذ عادل تأكد انه والله انا حرصت على المداخلة انه اوضح، ربما يكون في ضبابية ولكن الموضوع ما يستاهل. انا بالنسبة لي في هالحلقة موضوع الاستاذ فهد المرداسي والله العظيم يعني انساني ماذا سأقول، لانه فهد المرداسي اليوم اعلم خلال قناه الرياضيه هو سبق اعلامي، وانت قلت انه انتم ما تهدفوا السبق، هذا ما هو انه الرجل اختار قناه الرياضيه ثقه فيها انه يوصل رساله. انا يعني تسمح لي بس نص دقيقه او دقيقه، لان يمكن وقت البرنامج ما يسمح. يا ليت والله باختصار. اوجه رساله للاستاذ فهد المرداسي انه حكم شاب، والامير نظام فيصل منحه الشهاده في احدى في التتويج. قال انه حكم نراك من افضل حكام السعوديه، ولا زلنا نرى في فهد المرداسي كل زملاء الشباب، وكل حكم اذا اخطا ويعني وعانى مثلا من الحكام، يعني انا ما ابغى ادخل بالتفاصيل، يعتذر، هذه مشكله. فهد المرداسي حكم رائع، حكم له مستقبل كبير. كنت اتمنى بس ما ابغى اخرب عليكم السبب، كنت اتمنى لو يعني وصل للرئيس العام الامير نواف فيصل، لان ابواب الامير نواف فيصل مفتوحه للجميع، واتحدث بكل ما قال لكم صدقني والله ما يطلع بهذا القرار. ولكن انا ان شاء الله اتعشم واتحدث اسم الاتحاد السعودي انه فهد المرداسي سيبقى وسيظل الحكم السعودي سيستمر، واستدل كل العقبات والاخطاء وارده، ربما عمر مهنا باجتهاد، ولكن عمر مهنا اعرفه من قرب، رجل واضح، رجل طيب القلب، ولكنه ربما اجتهد او ربما اخفق في عدم دفاع عن الحكم، ولكن هذه كل حكم يخطي لابد برضه ان يدفع الثمن. طيب واضح، شكرا لك استاذ احمد.